وما زلنا مع حضراتكم مستمرين مع الفقرة الطبية. طبعا مين فينا بعد يوم طويل من شغل أو مشاوير أو تمارين حتى مع الولاد ما بيستناش وقت الراحة اللي قبل النوم ده؟ بنبقى عايزين ناكل أكلة كده حلوة قدام التلفزيون، ودي بتبقى غالبا يا فطاير يا سندوتشات يا شوية تسالي كده، وبعدها ندخل ننام. وطبعا ده بيكون ليه تأثير كبير جدا على صحتنا وعلى وزننا، ده غير ان احنا طول الليل ضميرنا بيأنبنا. طبعا هنعرف ازاي وجبة العشاء تكون خالية من تأنيب الضمير ده وصحية ومفيدة من خلال ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني النهاردة، دكتور سالي فيكتور خبيرة التغذية العلاجية لدى شركة اون تارجت فارما. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي. ميرسي. تأنيب الضمير ده مسألة أزمة. صعبة جدا، أزمة كبيرة. أزمة ان احنا ممكن نقول ايه، طب هاخد حتة وبعدين ارجع اندم ان انا عملت الفعل ده في الوقت الغلط ده. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. مش عارفة اقول ايه، بس عايزينك بقى تدينا نبذة بجد عن القصة اللي بتحصل معانا دي، كلنا بلا استثناء بيحصل لنا الإحساس ده. ساعات كده نبقى عايزين خلاص مش مهم بقى احنا هننام ولا مش هننام، انا دلوقتي محتاجه اعمل حاجه خارج الصندوق وعايزه اتبسط، اعمل ايه؟ هو طبيعي زي ما انت قلتي بعد اليوم بعد يعني بيكون طويل جدا، الشغل بعديها تمرين الاولاد بعديها مثلا شوبينج بعديها اروح البيت لسه، يعني اليوم بيبقى طويل، فمجهود الجسم او الطاقه اللي انا ببذلها طول اليوم بتكون مختلفه طبعا عن اللي قبل النوم. فطبيعي الهرمونات اللي جسمي بيفرزها طول اليوم هتكون مختلفة أو بمقدار مختلف. تمام. فأنا لما أجي بالليل أكل وجبة تقيلة هبقى محتاجة إن البنكرياس يفرز يعني كمية كبيرة من هرمون الأنسولين، وإن أنا كمان يعني معدتي محتاجة وقت طويل عشان تهضم الأكل الكتير دوت ومحتاجة مجهود، فيعني أنا خلاص تعبانة وعايزة أنام، يعني خلاص جسمي نفسه تعبان وعايز ينام، فطبعا ده بيأثر عليا بشكل كبير جدا. لأن في ناس كمان بنسمع دايما لفظ أنا وأنا نايم حاسس ان في حد واقف على قلبي، حد واقف على صدري، مش قادره اتنفس، مش قادره انام، فطبعا صح. كل ده بيكون بسبب الاكل. انا لما باكل وجبه تقيله في العشاء واتقلها وادبها كده زي ما بيقولوا، وبعدين على طول اخش انام، يعني مع اخر لقمه خلاص انا كده تمام وداخل انام بقى. احنا المفروض قبل الاكل 4 ساعات؟ مش، لا مش لدرجه 4 ساعات، يعني حتى لو ساعتين احنا ساعتين هنقول كويس. لك ماشي. يعني حتى لو ساعه احنا هنقول لك ماشي، بس المفروض ساعتين يعني. انا لما باكل اكل تقيل دوت المعده طبعا محتاجه وقت علشان تهضم، وطبعا الهرمون البنكرياس محتاج يعني يفرز كميه كبيره من هرمون الانسولين، فانا لما انام لما بنام على السرير انا طبعا بستلقى نايمه بشكل مستقيم كده مستقيم، فده بيخلي ان ممكن الاكل اللي كمان اتخلط مع يعني الحاجات اللي في المعده هرمون حمض الاتش سي ال ده بيخليه ممكن يرجع تاني في المريء، فده بقى اللي بيحسسني الارتجاع بقى اللي بتحصل للناس بتشرقهم بالليل. الارتجاع والحرقان والحموضه، وان انا ممكن كمان تاثر على التنفس، ده غير طبعا ان انا الدهون ديت انا جسمي مش محتاجها للاسف، انا خلاص خدت السعرات الحراريه بتاعتي في اليوم فانا مش ههضمها، فطبيعي طبعا هرمون برضو الانسولين هيروح واخدها زي ما هي كده وروح مخزنها في مراكز التخزين في الجسم اللي هي يعني مين اللي بتكون الكبد، فده طبعا بعد فتره هتلاقي ناس كتير جدا بتشتكي ان انا جسمي كله مظبوط بس عندي كرش. في كرش كده طالع من، فده بسبب ان انا يعني بنسبه كبيره انا بسبب ان انا بعك في وجبه العشاء. يعني وجبه العشاء دي لازم تبقى حاجات خفيفه. طب يعني ماشي يا دكتور، احنا ممكن مثلا نقول اقصى وقت تايم كده ان احنا ممكن ناخد وجبه العشاء عشان نبقى ماشيين بنظام كويس للساعه كام؟ هي احنا على مدار اليوم احنا بنقول لهم ان انتوا تنظموا اكلكم، يعني انا مثلا دلوقتي محتاج من 2 لـ3 وجبات في اليوم كويس، فانا هاخد وجبه الفطار وبعديها هاخد وجبه الغداء، خلاص لو انا حاسس ان انا جعان لازم اخد وجبه العشاء. يعني هاخد وجبه العشاء واخدها تكون وجبه يعني خفيفه وفيها برده سعرات حراريه اللي انا محتاجها وفيها برده نسبه فيتامينات ومعادن ويعني وبروتين والياف جسمي برده محتاجها. احنا يعني الناس اللي دايما بتشتكي من عندنا انها انا لا انا مجوع بالليل مش قادر لازم اكل عشان بيسهر كتير، عشان انا كمان بيجوع. بالظبط. زاد انا كمان بقى يعني المسلسل اللي بحبه الموفي اللي بحبه كل الحاجات دي، فاحنا برضو ساعات في بعض الحالات احنا بنساعدهم بالياف الاناسيليوم. اوكي. احنا الياف الاناسيليوم هي عباره عن الياف طبيعيه بتمتص الميه فبتدي احساس بالشبع كاني اكل يعني اكلت يعني وجبه، بعمل بالونه المعده كده. بتكون بالظبط يعني بتنفش شبه في المعده بتنفش بقى حجمها بيتضاعف لحد 15 و20 ضعف حجمها. فطبعا ده بيملالي يعني لحد ما مثلا تلتين المعده كويس قوي، فبرضه بتحسسني بالشبع لمده طويله، ممكن كمان مع يعني بعض الناس توصل ل6 و8 ساعات
يا ما شاء الله ده وقت حلو يعني، وقت طويل يعني، انا كمان هصحى مش هفطر على طول يعني، هحس لسه ان انا شبعان، لسه شبعان. فده طبعا بيساعدهم جدا يعني. الاناسيليوم قبل وجبه العشاء احنا بناخد طبعا ساشت على كوبايه ميه، وبعديها كوبايتين ميه، بعديها بساعه بناخد وجبه العشاء بتاعتنا اللي هي بتكون برده وجبه خفيفه عشان ما نتقلش قبل النوم. حاجات خفيفه بالظبط. وبعد كده بعد ساعه او ساعتين بدخل انام. كويس، ده هيساعدني ان انا هخس برده في الوزن، وفي نفس الوقت انا ما حرمتش نفسي طول اليوم، وان انا اتعشيت فانا صاحي برده عندي باور ان انا مثلا هروح الشغل الاول بعد كده افطر، فطبعا ده بيساعد الجسم جدا. كويس جدا. طيب دلوقتي بقى يا دكتور، يعني احنا اتكلمنا ازاي نخلي الوجبه خفيفه وصحيه، صح؟ احنا ما ناخدش حاجات يعني مثلا بلاش شوكليت بالليل، بلاش سويتس، بلاش حاجات فيها سكر كتير، صح كده؟ هو يعني وجبه العشاء احنا ممكن يعني احنا ناخد وجبه، انا هيئ نفسي وهيئ جسمي ان انا هاخد وجبه. كويس. الوجبه دي هيبقى فيها طبعا نسبه بروتين، نسبه دهون، نسبه صغيره من الكربوهيدرات، وطبعا محتاج نسبه الياف، زي مثلا احط يعني هخلي في الوجبه خس، جزر، طبق خيار، طبق السلطه الحلو بتاعنا. ماشي. طبق السلطه الحلو بتاعنا يكون في العشاء. لكن انا لما يعني طبيعي لما جسمي ان انا اخد مثلا كربوهيدرات او مثلا او سكريات او بنسبه كبيره، ده هيخليها ان انا هتتهضم بسرعه، او يعني خلاص هحس بالشبع، هحس قصدي بالجوع بعدها بفتره قليله جدا. فهلاقي ان انا خدت ساندوتش بعد شويه، لا معلش انا حته شوكولاته صغننه، بعد شويه في كنت منجايه مخبيه في الثلاجه فهروح اخدها، بعد شويه طب علبه عصير بقى، كوبايه عصير، بعد شويه هبتدي زي ما بيقولوا كده بالمصري هنقنق. فالنقنقه هتجيب نقنقه، هتجيب نقنقه. احنا عايزين يتعشوا وما ينقنقوش. يتعشوا كفايه وجبه العشاء يعني. طب لو خدنا بقى الاناسيليوم ناخده امتى قبل وجبه العشاء، قبل ما نحس احنا اصلا بشعور الجوع ده؟ احنا لو نظمنا وجباتنا في اليوم تمام، انا خلاص مثلا هاخد وجبه الغداء بتاعتي مثلا الساعه 5 او الساعه 6. كويس. فانا مثلا وجبه العشاء بتاعتي ده لو في الصيف، في الشتاء بتختلف شويه، تبقى 3 4 ماكسيمم بالظبط. وبرده على حسب يعني انا طبيعه يومي شغلي ازاي. لا انا هتكلم بقى بالزبط. يعني ايه في الجزئيه اللي ممكن تتراوح من 3 على حسب طبعا شخصيات الناس، من 3 ل 6 مثلا في الغداء. في الغداء انا لما باخد يعني لما باكل وجبه الغداء ممكن برده قبلها اخد الاناسيليوم. كويس. تمام. قبل وجبه الغداء بنص ساعه مثلا يا دكتور، بساعه يعني ساعة. ساعه من ساعه نص، من يعني من نص ساعه لساعه على حسب ايه الشخص بقى هياكل. ويفضل شرب ميه كتير، وطبعا لازم كوبايتين ميه بعد يعني بعد كوبايه الاناسيليوم لازم كوبايتين ميه. طب انا بفضي الباكت او الباكت ده بحطه في ميه، ميه ساقعه ولا مش شرط؟ لا لا عادي، حسب ميه عاديه مش مغليه، ميه عاديه، ميه عاديه، ونقلبه كويس ونشربه. بالظبط. وبعديها على طول نشرب كوبايتين ميه، وبعد ده نشرب كوبايتين ميه تاني. بالظبط. كويس. لما باخد وجبه الغداء مثلا انا خدتها الساعه 4 okay. ومثلا انا لسه هنام متاخر، لسه هنام مثلا 12 بالليل، فمثلا هاخد وجبه العشاء بتاعتي الساعه مثلا 9 بالليل. فانا خلاص قبل وجبه العشاء انا عارف ان هي ميعادها الساعه 9 بالليل، الساعه 8 هاخد كوبايه الاناسيليوم وبعديها كوبايتين ميه، بعد كده هتعشى، وبعديها بساعه او ساعتين هدخل انام. كويس. ده هيساعدني جدا، هيدي فرصه لجسمي ان هو يعلي معدلات الحرق وانا نايم. كويس جدا. وهيساعدني ان انا يكون جسمي انا برده تعشيت فانا شبعان، فهصحى برده يعني مش هصحى بقى انا يعني مش عايز صحي جعان بقى، مش صحي جعان، الجوع القوي اللي كنت بحسه زمان. فخلاص انا هبتدي بقى انظم اكلي وهنظم جسمي، وهعود كمان جسمي على سيستم معين في الاكل، فده طبعا ده هيساعده بعد كده ان هو يعلي معدلات الحرق، وانا كمان بدي جسمي كل الفيتامينز والمعادن اللي هو محتاجها. فالموضوع طبعا بيفرق يعني على المدار البعيد، ده غير ان انا بنام كويس، انا بنام وانا مرتاح وخفيف. طب ما تقول لنا اللي موجود في الاناسيليوم بقى، قول لنا كده الحاجات يعني الاناسيليوم فيه ايه، وايه الفوائد اللي موجوده فيه، ممكن برضو الواحد يحس ان هي حاجه مختلفه عن اي برودكت تاني ممكن نلاقيه في الصيدليه. هو يعني بذور يعني السيليوم هاسك او السيليوم هو طبعا موجود كتير في السوق، بس اللي بيتميز بيه منتج الاناسيليوم. أيوة. ان احنا يعني بذره السيليوم ديت احنا بناخد الطبقه الداخليه او الانر لاير من البذره دي، مش بناخد البذره كلها. أوكي. فطبعا بعد عمليات فلتريشن كتيره في التصنيع بناخد الطبقه دي بتكون يعني رقيقه جدا، بس هي اللي غنيه بماده الميوسلج. أوكي. الميوسلج دي هي اللي بعد لما باخدها واشرب كوبايتين ميه، هي دي اللي بتعمل لي بالكينج في المعده، او هي دي اللي يعني بتكبر في الحجم، بيزيد حجمها وبتحبس كمان الاكل جواها، فده اللي بيديني احساس بالشبع. كويس. الماده دي كمان بتتميز ان انا خلاص انا اكلت يعني هتفضل في المعده مثلا حوالي 6 ساعات، وبعديها انا اكلت
الاكل ده طبعا لازم يمتص. لما الاكل ده بيمتص البنكرياس في الجسم بيفرز هرمون الانسولين. انا لو كلت مثلا اكل تقيل ده طبعا هيخلي نسبه الانسولين تعلى جامد جدا في الدم. اللي بيتميز بقى بالماده دي ان هو بيخلي الاكل يمتص بالراحه جدا. فنسبه الانسولين لما هتعلى في دمي هتعلى برضو بالراحه بالتدريج بالظبط. فده اللي انا محتاجاه. انا عايز مستوى الانسولين في الدم يكون منتظم ما يعلاش مره واحده. كويس. فانا لما يعني ده كده مفيد كمان لمرضى السكر يا دكتور؟ طبعا جدا والله. هايل حقيقي. لان هو هيخلي الاكل يمتص بالراحه على فتره طويله، فطبعا ده هيخلي ان مستويات الانسولين في الدم ما تعلاش بسرعه، فيكون دايما سكر الدم عندي منظم يعني في الحد الطبيعي. وده كمان برضو على يعني هيحسسني بالشبع فترة طويلة. لما اكل وجبة صغننة بس انا شبعان، انا حاسس ان انا شبعان والدنيا تمام. برضو من الحاجات المواد التانية اللي موجودة في الاناناسيليوم هو انزيم البرومالين. الانزيم دوت احنا بنستخرجه طبيعيا من الاناناس. كويس. هو برضو بيدي طعم الاناناس، يعني حتى الكوباية مش طعمها وحش، طعمها دواء لا خالص، ده كاني بشرب عصير اناناس. حلو قوي. فطعمه حلو جدا، عشان كده احنا كمان ممكن نديه للاطفال لكبار السن في مرحله الشباب. مش احس ان انا باخد دواء وان انا متقدر وانا بشربه كده، لا انا بشرب يعني عصير طعمه حلو. فالانزيم دوت بيروح يشتغل على الدهون المتخزنه في الاديبوس تيشو او في الخلايا الدهنيه في الجسم. فانا بالاضافه ان انا يعني بلعب على احساس الشبع في الجسم، انا كمان بكسر الدهون المتخزنه عندي. كويس. واللي اتكونت بقى على مدار فتره من العادات طويلة. الغلط بالظبط. احنا كمان مدعمينه بفيتامين سي، لان احنا طبعا عارفين يعني فيتامين سي مؤخرا بقت الدراسات بتقول انه بيساعد انه يعني الناس اللي بتعمل دايت بيساعد انه يتخلص من نسبه من الدهون، صح كده؟ بالظبط. هو فيتامين سي لان هو مهم للمناعه، طبعا هو مهم جدا للحرق، ان هو برضه بيساعدني في الحرق، وبيساعد بالذات في حرق النشويات او الكربوهيدرات او الدهون اللي بتكون موجوده في جسمي او موجوده في الاكله. فهو حقيقي انا بشوف ان هو يعني كورس كامل، يعني توليفه رائعه كويسه وسعراتها كمان قليله. وسعراتها قليله جدا مقارنه لو احنا هناخدها مثلا في البيت او بنعمل بيها وصفات في بيتنا، صح كده؟ مظبوط. يعني حقيقي انا بشوف ان هو كورس متكامل، ده غير ان احنا كمان بنتابع معاهم في الشركه من فريق طبي. بنتابع معاهم بقى كمان ان احنا ننظم اكلنا وننظم وجباتنا ونشوف السعرات الحراريه المناسبه ليا. فانا بالاضافه ان انا ده مكمل غذائي هيساعدني، انا كمان بنظم اكلي، فكل حاجه بتبقى يعني مكمله لبعضها. هايل. طيب هنتكلم في نقطه الاول خاصه بالكبار بعدين ننطلق للاطفال. تمام. طب ناخد انجي الاول يا دكتور. معانا انجي. اهلا يا انجي. اهلا، مساء الخير. مساء الخير حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ انا بخير حبيبتي، اتفضلي. انا بحبك خالص على فكره، وبحب اتفرج على البرنامج بتاعك. يا روح قلبي، شرف ليا والله بجد. تسلمي لي. بستفيد منك كتير قوي صدقيني. يا حبيبتي والله على راسي من فوق يا نور عيني، تسلمي لي يا قلبي. زي حضرتك يا دكتور سالي. اهلا بيكي. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. انا اسمي انجي وعندي 26 سنه. وبالصدفه كده كنت بقلب على الفيس وشفت المنتج بتاع الاناسيليوم. وشفت حد كده كان ليه تجربه حلوه معاه، فتواصلت مع الرقم اللي كان موجود. وكان من حسن حظي بقى ان اتواصل مع الدكتوره مارينا. وطبعا بدات تسالني بعض الاسئله، سني، طولي، هل عندي مشاكل صحيه، ولو كنت استخدمت اي منتج تخفيف قبل كده ولا لا. فجاوبتها طبعا. وانا في الاول كان وزني 83 كيلو. ايوه. وصلت ل 68 ما شاء الله ما شاء الله. هو انا فترة حوالي خسيت من 10 ل 11 كيلو. فترة قد ايه بقى؟ ايه؟ في فترة قد ايه يا انجي؟ انا بقول لك في شهر خسيت حوالي من 10 ل 11 كيلو. كويس قوي. وللعلم انا كنت برضع على فكرة، كان اثناء الرضاعة. يعني انت كمان كنت عندك لسه بيبي مولود وبترضعي؟ كان حوالي 6 شهور 7 شهور في الحدود دي. ما شاء وما الله. اثرش عليا انا خالص صحيا ولا على صحه الطفل ولا اي حاجه. ما شاء الله. ما سببش اي اضرار ليا ولا للطفل. طب الحمد لله. طب انت مستمره ولا انت لسه حاسه ان انت عايزه تنزلي؟ انا وقفت فتره. بس حاليا طلبت كورس، كنت محتاجه اخس حوالي 5 كيلو تاني عشان ابدا اثبت. تمام. يعني هتكملي ان شاء الله. الله. وبصي كلمه حلوه كده حابه اقولها في حق الدكتور مارينا. اتفضلي. الامانه اسلوبها فوق الروعه، ممتازه، في اي وقت بطلبها ما بتتاخرش عني.
حبيبتي بنشكرك جدا يا انجي، والله انت انسانه جميله، شكرا ليكي بجد، ميرسي لمداخلتك يا حبيبه قلبي، شكرا جزيلا. طبعا التقدير ده بتبقى حاجه حلوه، خصوصا لما الناس بتبقى في فريق طبي محترم وبيبقى همه قوي انه مش قصه ان انتوا تاخدوا منتج، لا ان انتوا تستفيدوا منه وتوصلوا للهدف اللي انتوا عاوزينه، ويبقى في تواصل سريع، لان احنا فعلا بجد بقينا في الوقت اللي صعب الواحد ينزل يروح للدكتور العياده ويواظب على ده اسبوعيا تقريبا. يعني هو طبعا انا في الاول بحب اشكر جدا دكتور مارينا، يعني هي برضو حد شاطر جدا، وانها تابعت معاها. هي برضو انجي ذكرت حاجه مهمه جدا، هي كانت بترضع. انا بقى بترضع طبيعي. ايوه عايزاكي بقى تقولي لنا، هل هو فعلا مش مضر للام المرضعه خالص، ولا ليه تاثير على البيبي في اي حاجه؟ هو بصي بقى من تجربه شخصيه، انا برضو ام وعندي بيبي، وطبعا طبيعي جدا السيدات في فتره الحمل بتزيد لحد 18 و20 كيلو. فبعد بقى الولاده الموضوع ده بيكون صعب جدا، هتنزل كل الوزن ده، بالذات بقى ان احنا عندنا عادات مصريه جميله زي المغات، الحلبة بقى بالعسل الاسود، كل الحاجات بتاعت جداتنا وامهاتنا ديت. أيوة. ان هو لازم اول ما تولدي لازم، مش لازم بقى نشيل البيبي ونحطه مكانه. عندها بيبي لسه ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه حبيبه قلبي. فلسه هي كمان تعتبر، انت بقى انت قلتي لي بس انا ما خدتش بالي خالص بجد، بس كويس ان انت قلت لنا طبعا. فطبعا بعد فتره الحمل وانها زادت كل الوزن دوت، بتكون صعب قوي ان هي يعني تنزل الوزن دوت، مع بقى الرضاعه الطبيعيه اللي هي اصلا الرضاعه الطبيعيه دي مهمه جدا، ومهمه للطفل ومرهقه للام. بالظبط. بس الرضاعه الطبيعيه دي زي ما هي برضو مهمه للبيبي، هي برضو مهمه للست، لان هي بتنزل مثلا 500 كالوري في اليوم ما شاء الله. فلما بقى كمان تنظم معاها اكلها وتاخد الاناسيليوم، ده هيعمل طبعا عجز كبير جدا في السعرات اللي هي بتاخدها في اليوم، وده هيحسسها طول اليوم بالشبع، وبرده مش هيأثر نهائيا على الرضاعه. كويس. يعني برده من تجربه شخصيه اللي انا بعد يعني بعد فتره الحمل طبعا زدت جدا في الوزن، مع فتره الرضاعه انا كنت بستخدم الاناسيليوم، ومعايا برده سكر سيسل كسكر دايت عشان المشروبات. ده ساعدني جدا جدا ان انا افضل طول اليوم حاسه بالشبع، برغم ان انا يعني برضع، وطبعا معروف ان السيدات اللي بترضع طول اليوم جعانه، طبعا طول اليوم للاسف تكون جعانه وعايزه تاكل، وبتاكل يعني كتير جدا. فطبعا الاناسيليوم ساعدهم قوي قوي، يعني ساعدني بشكل شخصي ان انا احس بالشبع طول اليوم، وفي نفس الوقت طبعا ما اثرش خالص على الرضاعه، وما اثرش على صحه البيبي، مش بينزل في اللبن لان هو طبيعي 100%، انا بس هيديني احساس بالشبع، فانا هقلل وجباتي او هنظمها. كويس قوي. طب قولي لنا بقى نحصل عليه ازاي يا دكتور؟ يعني اناسيليوم بقى طريقه التواصل ازاي لاصدقائنا اللي لسه اول مره بيشوفوكي من خلال شاشه قناه الاهلي؟ احنا طبعا متوفرين في الصيدليات. ايوه. ممكن كمان يتواصلوا معانا مع الشركه شخصيا، طبعا عن طريق الواتساب او الارقام الموجوده على الشاشه، وممكن كمان من عن طريق الفيسبوك، صفحه اون تارجت على الفيسبوك، وبرده صفحه الدكتوره نهال حافظ على الفيسبوك، وبرده موجودين على الانستجرام، صفحه اون تارجت على الانستجرام. هايل جدا، يعني احنا خاطبنا كل الفئات العمريه الحمد لله. دي صفحه دكتور نهال والانستجرام كمان والفيسبوك. ممتاز. طيب هو موجود اوريدي كمان في الصيدليات، يعني موجود في الصيدليات، يعني لو في حد حابب يسال عليه في صيدليه ممكن، صح كده؟ لو هو بقى لهوش بقى في صيدليه قريبه ليه، ممكن عن طريق الارقام دي يتصل بيكم. عن طريق الارقام هنوصل في اي حته، يعني في اي حته في جمهوريه عشان المتابعه. علشان المتابعه طبعا. طبعا والمتابعه اكيد، المتابعه بالنسبه لان احنا مش بنبيع برودكت على قد ما احنا عايزين نغير اللايف ستايل بتاع الناس، فاحنا بنتابع معاهم برضو بنظام غذائي صحي، وبنتابع معاهم ان هم خدوا البرودكت، طب يا ترى عجبهم ما عجبهمش، خسوا عليه قد ايه. طبعا ده كل ده بيفرق معانا جدا، احنا مش عايزين نبيع لهم منتج وخلاص. كويس جدا. طيب قلنا بقى للاطفال لو هيستخدموه اطفال، الولاد بقى اللي بدا يبقى عندهم شويه، الام عايزه تحافظ على جسم الولد فتره الدراسه تحديدا، لانها بتبقى برده فتره حرجه، والولاد بيبقوا لازم ياكلوا، انت عارفه دراسه وتفكير وعلى طول مذاكره، فطبعا الدنيا بتبقى شويه غير النادي، ممكن ما يواظبش قوي على التمرينات زي الاول. خلينا نديهم نصيحه بقى بالاناسيليوم ممكن يمشوا عليه ازاي. هو طبيعي احنا عارفين ان الامهات يعني لما ابنها بيقول لها انا نفسي اكل او جعان، بتبقى مش قادره تحرمه من الاكل، او صعب جدا ان هي تمشي معاه على نظام دايت صعب، او مثلا في حرمان كتير، لان هي ان هو طبعا طفل ومش هيفهم يعني قوي فكره النظام الغذائي ان انا انظم اكلي او كده. عشان كده احنا لما في امهات بتتابع معانا مع اطفالها، احنا بنقول لهم ان احنا نحط لهم الاكل الصحي بشكل لطيف للاطفال، نخليه شكله حلو، مثلا في كالرز، في مثلا خضروات على شكل متقطعه، على شكل مش عارفه نجوم، ناتراكت الطفل يعني. ناتراكت الطفل.
وفي نفس الوقت هو ممكن طبيعي سهل جدا هو ياخد الانسيليوم، لان الانسيليوم امن الاطفال من عمر 4 سنين. اوكي، يعني ممكن بعد ما يفطر الصبح مثلا وجبه خفيفه في البيت كده ممكن ياخده، يعني ممكن نقول بعد المدرسه بقى، ان احنا خلاص دخلنا كويس في بعد اليوم الدراسي، بعد اليوم الدراسي قبل وجبه الغداء اللي هي بتبقى بعد اليوم الدراسي، ممكن ياخد كوبايه انسيليوم ويشرب بعدها ميه، يعني ما قدرتش يشرب كوبايتين ممكن يشرب يعني نشربه مع قد ما يقدر، وبعد كده ناخد وجبه الغداء وخلاص بقى يذاكر بقى ويكمل يومه. بالظبط. ميرسي يا دكتور بجد جدا، شكرا ليكي بجد، واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي يعني شرفتني ونورتني النهارده، الدكتور سالي فيكتور خبيره التغذيه العلاجيه لدى شركه اون تارجت فارما. شكرا ليكي، شكرا جزيلا، ان شاء الله لقاءات ثانيه باذن الله يا دكتور، ونتناول موضوعات ثانيه مختلفه معاكي. ده شرف ليا. تسلمي لي، وبشكر طبعا حضراتكم من خلال شاشه قناه الاهلي، شكرا جزيلا لكل متابعينا الكرام، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم. We'll be right back.